تصريحات نارية أسطورية تاريخية، قول زي ما أنت عاوز تقول، قول من محارب الصحراء النجم الجزائري رياض محرز، تصريحات عالمية أدلى بها في حق النجم المغربي حكيم زياش، وطلب منه طلب ناري صادم هنتعرف عليه من خلال هذه الحلقة. ولكن في البدايات يا سادة يا كرام يا أحلى الناس، انزل اعمل لايك للفيديو، انزل اعمل لايك للفيديو، وفجر زر الاشتراك علشان بيكم وبدعمكم وبتوفيق ربنا أولا وأخيرا الحلقة دي توصل أكبر عدد من الناس بتوفيق ربنا تعالى وثم بدعمكم وتشجيعكم ليا. رياض محرز النهاردة أدلى ببعض التصريحات النارية جدا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، وأكد على أن حكيم زياش هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الشهر الأخير مع المستويات المبهرة والرائعة التي يقدمها الأسد الأطلسي مع فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي وكذلك في دوري أبطال أوروبا. وأشاد محرز بحكيم زياش والقدرات الكبيرة جدا، ومحرز أكد بأن فريقه مانشستر سيتي بيفكر جديا في التعاقد مع حكيم زياش، وذلك في تصريحات أدلى بها محرز اليوم. محرز قال بأن في كلام داخل مانشستر سيتي انهم عاوزين حكيم زياش، وكذلك زياش كان رده اليوم في تصريحاته عن اهتمام مانشستر سيتي بيه، زياش قال لك ما عنديش مانع انتقل الى مانشستر سيتي، لكن كل الامور تكون مع اداره تشيلسي، وحتى الان هو مركز مع فريق تشيلسي لان عندهم مباريات قويه جدا، عاوزين ياخدوا مركز مؤهل للتشامبيونز ليج في الدوري الانجليزي، وايضا عندهم منافسه قويه جدا في دوري ابطال اوروبا النسخه الحاليه. فبالتالي حكيم زياش قافل كل المواضيع الى نهايه ارتباطاته مع فريق تشيلسي، وبعد كده يفكر ايه هو الفريق اللي هينتقل اليه بتوفيق ربنا تعالى في الصيف المقبل.